يا ترى لو حد شكرك بالانجلش ممكن ترد عليه تقول له ايه؟ يعني لو جه قال لك مثلا thank you او thanks a million او thank you so much او that's very kind of you, I appreciate it, okay, I owe you one. ده طبعا شفناهم في فيديو قبل كده. بس ازاي نعرف نرد على شخص قال لي كلام زي ده؟ حاجة سهلة خالص. كل اللي انا عايز ارد عليه زي ما بنقول بالمصري العفو او لا شكر على واجب او لا عيب, ما تقولش كده, اوكي. كلها تعبيرات موجودة برضو بالامريكان عندنا. يعني مثلا اقرب واحد لكلمة العفو بالانجليش هو كلمة مين؟ هو ثلاث حاجات تقريبا. اولا you're welcome, you're welcome, اوكي. ممكن كمان اقول له not at all, not at all, تمام. وكمان ممكن اقول له حاجة تانية, ممكن اقول له كلمة sure. sure اللي احنا حافظينها بمعنى متأكد برضو بتيجي كرد بمعنى العفو, اوكي, في الموقف ده. فدي كده بعض الحاجات. ممكن كمان اقول له لا شكر على واجب يعني, او ما تذكرش كده, ما تقولش الكلام ده. فممكن اقول له ايه, don't mention it, don't mention it, يعني don't say that, it's my duty, ما تقولش كده ده واجبي يعني, it's my duty to do that. كمان ممكن اقول له my pleasure, بس كده يعني. هو بيقول لي thank you, اقول له ابتسم واقول له my pleasure, اوكي. اما اخيرا بقى الكلمه اللي بتدرج عندنا في مصر هي كلمه اي خدمه, او تحت امرك, او مثلا ممكن لو بياع مثلا بقول له الحاجه دي فيقول لي, فبقول له لا مش هشتريها مثلا, فيقول لي اللي انت عايزه. اللفظ ده بنسمعه في اسكندريه كتير, اللي انت عايزه. فده معناه ايه بالامريكان, او ايه القريب ليه بالامريكان؟ هي كلمه اني تايم, بيقولوها دايما اني تايم, بمعنى زي اي خدمه عندنا بالمصري كده, اوكي. ثانك يو, اشوفكم فيديو تاني ان شاء الله. باي باي.